and they are ready to run. We're off and racing. أيها السيدات والسادة، أيها المتابعون الكرام، انطلق وانطلقت مجريات الشوط الرابع للخيل المهجن الأصيلة الثيربريد بانطلاقة 13 من الجياد المهجن الأصيلة. الشعارات تتناثر على المضمار العشبي في الريان بارك. انطلاقة موفقة لأسامة الدفع بانطلاقة البلو جوكي إدواردو بيتروزا بلاك تريكل على المركز الأول. بلاك تريكل على صدارة هذا الشوط، يلحق به ثانيا شعار أنجال سعادة الشيخ مشعل بن حمد الثاني، بينما ستيفان لجاج اليالو جوكي مع فاوندر سلالة زميندر على المركز الثاني، بينما يتراجع المركز الثالث. هاتش هاري على المركز الثالث ينطلق على ثالث المراكز بهذه الآونة لشعار إنجاز على المركز الرابع. نعود لمجريات المركز الرابع، هنالك شعار الرمزاني بانطلاقة الجواد اللي هو كريسمس سيريا على المركز الرابع، بينما المركز الخامس يتقدم شعار المنصوري. هنالك الجواد روم على المركز الخامس ولكن باي فار باي فار على المركز الخامس. أسامة دفع على المركز الأول لبلو جوكي، ينطلق أسامة على صدارة هذا الشوط بانطلاقة بلاك تريكل إدواردو بيتروزا. هنا في المنعطف أيها المتابعون الكرام في النير في الفار سايد، شوف النير سايد، هنالك زهير محسن ينطلق مع اليالو جوكي ستيفان هنا بالجرين كاب على المركز الثالث. أيها المتابعون الكرام، نعود إلى الصدارة لبلو جوكي في صدارة هذا المركز بالمركز الأول، بينما المركز الثاني هنالك الجواد رقم 6 هاتشاري على المركز الثاني، بينما التدخل لصالح أبي فيليج على المركز الثالث، ولكن الصدارة لأسامة الدفع على المركز الأول لبلو جوكي إدواردو بيتروزا على المركز الأول. شوف معي تقدم من قبل الجواد اللي هو بليزرز روك، هي وون ذا ريس بليزرز روك. أيها المتابعون الكرام، الجواد رقم 3 يفوز بالشوط، the horse number 3 he won the race. الجواد أيضا الصدارة والمركز الأول مع جواد رقم 3. الجواد بليرز روك للسيد محمد ناصر الرمزاني والمدرب هادي الرمزاني والخيال توماس لوكاس. كالجواد المركز الثاني جواد رقم 2 بلاك تريك للمهندس السامة عمر الدفع وادواردو بيدروزا في المركز الثاني. ثالث المراكز مع الجواد رقم 1 اي فيليج السيد جاسم بن محمد البادي، والخيال جي بي جامبيرا. المركز الرابع مع الجواد رقم 4 كريسمس اريا للسيد محمد بن ناصر الرمزاني. خامس المراكز مع الجواد رقم 11 الجواد فاوند للسيد زهير محسن، وخيال ستيفان لجاج. ألف ألف مبروك للفائزين في هذا الشوط، وحظ أوفر الذين لم يحلفهم الحظ إن شاء الله.